يزوم 73 انتم تسمعوا فينا على 88 4 من سوسة ل 95 9 من المستير والمهدية. باش نسكم تحديدا الهبيرة من ولاية المهدية وقت اللي نسمعوا على 49 إصابة، تسجيل 49 إصابة في صفوف عمال وعاملات في مصنع في المنطقة وغلق المصنع وتخوفات من تفشي الفيروس، خاصة وقت اللي فما أصوات تقول أن ربما فما سلالة البريطانية الجديدة. هذاك علاش باش نعرفوا الصحيح من الغلط ونفهموا تفاصيل الموضوع هذايا مع مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية سي سمير الأحول. أخبار الساحل في زوم 73. سي سمير مرحبا بك على موجة نجمة اف ام. نازين صباح النور وتحية إلى كافة مستمعي نجمة فهم. شكرا لك على قبول الدعوة سي سمير. خلينا نفهم منك شنو هو صحيح شنو هو غلط من حقيقة وجود هالسلالة البريطانية هذية في 49 إصابة في المعمل هذية بمنطقة هبيرة. هو بالنسبة للمعمل المعني بالموضوع هو معمل خياطة في معتمدية هبيرة. عندنا مدة اكتشفنا أن ثم حالتين، تم تسجيل حالتين، بعدين ثم إصابة، بعدين سبع إصابات. ولينا خذنا القرار باش نمشيو نعملوا عملية تقصي واسع داخل المعمل اللي يضم 120 مهني. من ضمن ال 120 مهني تعرف حدود ثم 48 إصابة، يعطي نسبة إصابة بالنسبة الإيجابية في حدود 40%، وبذلك تصبح بالمقاييس الكل هي بؤرة ذات بؤرة وبائية للكوفيد ذات طابع مهني، يعني في وسط مهني طبق عليه، خاصة النص المنشور صدر عن الشؤون الاجتماعية 19/2020، وبذلك كإجراء وقائي تم اقتراح بالتنسيق مع تفقدية الشغل بمهدية أنه تقدمنا إلى السيد والدي اقتراح غلق المؤسسة هذه بصفة وقتية، وبذلك طلع اصدر القرار هذا ودعا للغلق. واحنا بصدد متابعة الوضعية هذه خاصة من ناحية الوبائية، احنا اللي يهمنا أكثر إلى جانب سلامة أكيد العاملين بالمصنع المذكور، أنه اللي يهمنا أكثر هو لاحظنا ثم تفشي سريع يعني في الوسط هذا اللي هي تثير الظنون وخذ الشكوك في إمكانية تكونش سلالة أخرى غير معهودة، يعني في ظرف وجيز. بعد في احنا في الأخير في آخر مرة على 88 لقينا 41 إصابة، يعني تم الظنون، وذلك قطعنا عينات 20 عينة وتم إرسالها الى مخبر شرنيكول، هو المخبر المرجعي باش نشوفوا اسكو تماش سلاله اخرى دخيله وغير معهوده. دونك مازال ما خرجتش التحاليل، مازال هذا يكون في غضون ان شاء الله نهايرين تجينا الاجابه من مخبر المرجعي، وناخذوا بناء على ذلك بقيه لإجراءات مستوجبة في الغرض. دونك تم اتخاذ قرار غلق المصنع خاطر كما قلت انت معناتها فما موبوء البلاصه غاديك على اعتبار انه نسبه الاصابات الايجابيه مرتفعه، هذاك علاش تم اتخاذ القرار. اما احنا فما حاجات زاد، لكن فما حاجات مطمئنه نوعا ما، لكن تقعد ديما احنا توخي ديما نقولوا الحذر واليقظه، باعتبار ان الاصابات الحق الاصابات ماهيش تكتسي حتى خطوره، يعني بخلاف اللي هي بالنسبه للسلاله البريطانيه المعروفه انه عندها نوع من الشراسه. الى جانب هذا مشينا يوم السبت الى الوسط المجتمعي يعني خارج الوسط المهني، وحابين نشوف الوضع في هبيرة، خذينا 55 عينه، قلنا بالك كم حاجه قاعده تتفشى في هبيرة بصفه خاصه، يعني لقينا الى ثلاث حالات على 50 يعني عينه، على 55 عين. 55 يعني ما تمش تفشي، كان معناتها كان جات السلاله، نقول واحنا لو تفشي يكون اكثر ويكون اسرع في حتى المستوى ما يبقاش. اذا زيد تاكد انه التشخيص انه ان البؤره هي بؤره ذات طبع. اي اما ما تراش معايا سي سمير. ويجب نركزوا عليها هي باش نشوفوا اذا كان تطبيقها في صورتنا، يعني هذه كل من جانب اليقظه وال ما تراش معايا انه ربما العاملات ما يكونوش من هبيره ولا كلهم من هبيره. لا ثم شكون من هبيره وثم شكون مش من هبيره. دونك الاغلب ربما ماهمش من المنطقه، ما شفتوش في بقايا اخرين منين البنات هذوما ربما يجيو من بقايا اخرى مجاوره، كان من هبيره تم رفع العينات.
طيب احنا من هبيره مبدئيا باش نشوفوا احنا الوضع في 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 معتمدين هبيره. احنا نحبوا الهبيره خاطر لاحظنا الهبيره هي معناتها الخصوصيه نتاعها ان قاعده مستقيم في مأمن نقولوا حتى طيله الثلث الجائحه كامله معناتها اقل منطقه ما اكتسحهاش الفيروس هي هبيره. يعني وقتها يتخلل يعني يتخلل بالشكل هذا يعني هذا. اما يكون لانه دخل في زون جديده بالنسبه له هو يعني يلقى الحاضن يلقى فوالا والا يعني فماش امكانيه تاع سلاله جديده دخلت. هذا كل يعني اسئله نطرحوها احنا من باب التوقي لازم نكونوا نتابع الوضعيه حتى نضمن سلام في الجميع وهذا هو راه الهدف بالنسبه لنا احنا هو التوقي ويقعد التوقي ونقعد باش احنا نكونوا اذا كان الاستباق مش بعدين نكتشفوا ان السلاله يعني غير كيما حتى في برشا بلدان اخرى تفشيت ومشات في مرحله وبدات تقوم بالديغام تاعها. دونك احنا من دار توقي زي ما نشوفوا وان شاء الله تطلع النتائج في بخلاف الظنون وان شاء الله يرجع الهدوء وان شاء الله والاستقرار ان شاء الله. ورغم هذايا في علاقه بالهدوء سي سمير مازالت التحاليل ما خرجتش وما نعرفوش النتائج واليوم العاملات في المصنع هذايا ينفذوا وقفه احتجاجيه باش وسكروا الكياس قبيله شويه في منطقه اولاد حشيد اعتبروا انه عمليه غلق المصنع ممنهجه قصد سلبهم مصدر الرزق نتاعهم هذايا نقلا على العاملات بيان سور. دونك فهمنا منك انت توا ولا هي عمليه ممنهجه ولا القصد منها سلب مورد الرزق فقط هي عملية وقائية وإلا حماية لأرواح الناس هذوما اللي يخدموا في المصنع هذا. أكيد احنا ما عندناش هدف آخر. الهدف بتاعنا هو سامي جدا ونبيل أنه هو حماية الصحة العامة ونقعد ديما في ضمن المبدأ هذا ونقعد إلى آخر لحظة احنا واقفين من أجل الميسيون بتاعنا البرنسيبال أن حماية الصحة العامة. ناخذ من عندك فكرة سي سمير ناخذ من عندك فكرة على الوضع عامة في ولاية المهدية آخر تحيين قداش عنا إصابات جملة اللي خرجوا من الحجر الصحي وآخر المعطيات في علاقة بالوضع الصحي في المهدية. ولا في الوضع هو ما يبعدش يسعى الوضع في بقية الولايات والمشهد وحتى في العالم يعني ثم نوعا ما ثم عدديا وإحصائيا ثم العدد قاعد يتنقص مثل العدد الإصابات حتى العدد بالاستشفاء لكن هذا مش مطمئن باعتبار انه نجم يكون مزقوش في الفخ نتاع الفيروس. يعني بالنسبه انا ديما نمشي حد الان دائما ننظر الا فقط لنسبه العينات الايجابيه. بالنسبه للعينات الايجابيه اخر حاجه تم تحليلها ان في حدود 22% يعني ما زلنا بعيد ياسر يطلع على 5% اللي هو بدايه المهم. يعني مازال حتى ويظهر عدديا مقيس لكن على بالنسبه لعدد العينات لحد الان مازال مرتفع 22% غير مطمئن الى حد الان. يعني دائما توخي الحذر واليقظه وخاصه مع دخول السلالات هذه اللي تنجم هي تقلب لنا الوضع. لكن احنا تو كنا فيك تو الان واحنا الان في المركز الاستعداد مركز للوضع اللمسات الاخيره المركز التلقيح ونحن نوجه نداء لكافه المواطنين ولايه المهديه للانخراط الكلي والشامل هي عملية التسجيل لأجل التلقيح لأن العدد نتاع 14,000 من جملة 400,000 يعني ننتظروا باش يسجلوا هي في حدود 4% ولا أقل حتى من 4% وعدد ضئيل ما يمشيش مع الأهداف اللي نحبوا نوصلوا لها باش نقعدوا باش نخرجوا من المحنة الوبائية ديما نسمي فيها هنا محنة الجماعية لقينا فيها واحنا راهو سجلوا باش نجموا بالحق إن شاء الله نخرجوا مع بعضنا للناس الكل بأخف الأضرار وبأكثر وبأقل نسبة وفيات. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى وإن شاء الله ربي يحفظ المصابين الكل ويشفيهم. شكرا ليك سي سمير بارك الله فيك على تدخل معنا. تحية ليك وللإطارات الطبية وشبه طبية في المهدية على المجهود اللي قاعدين تقوموا به سي سمير اللحول المدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية. حكينا معها على عدد إصابات ماشي يتناقص يقول أماره ديما ماهوش مطمئن عدد الإصابات اللي قاعد يضعف بشوية بشوية لازمنا ديما نقعد وردوا بالنا وديما ناخذوا احتياطاتنا خاصة مع ظهور هالسلالة الجديدة سلالة البريطانية اللي إن شاء الله ما تكونش موجودة في المهدية. ولكن نحكيه على إصابات صارت في تونس في برد وظهر لي في تونس في بنزرت وفي القصرين السلالة موجودة في تونس. دونك لازمنا ردوا بالنا ديما وناخذوا احتياطاتنا. مليار و250 أيمن
ثبت في الرقم 1,250,000,000 مش نعود نحكي لك عليهم من بعد. في شبهة تبييض الأموال كيفاش تلقاو في سوسة شنية تفاصيل، اقعدوا معنا في الاستماع نعطيكم الوقائع الكل. ميرسي بكل العبيد اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على صفحة رسمية لنجمة فام في علاقة بموضوع تحرش في أحد المعاهد في كوندار. ديما بيان سور ديما نرجع لكم على المعطيات الجديدة والحينية في وقتها. زوم 73 حتى نص النهار. أكثر من 60 سنة عداو وثنيتنا ما زالت القدام. من عام 57 سنيت بنات وعلات ولمت شمل برشا عائلات، وديارنا تورثتها أجيال ورجيال. خدمنا تعبنا وبمحبة عطينا ما عندنا وبرشا قلوب فرحنا. فروعنا في الشمال الوسط والجنوب، للتوانسة زدنا قربنا والفئات الاجتماعية الكل شملنا. توسعنا في كامل الجمهورية وفي المساكن والعقارات نوعنا، في الجودة رفعنا وبثقة حرفائنا زدنا تطورنا وبآليات تمويل مختلفة قبلنا. على خاطر نحب ونحق وحلم كل تونسي يتمنى يستقر في دويرة تلم العيلة ويعيش عيشة فضيلة. سنيت الدار الكبيرة فيها تلمت كل عيلة.